عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده، عاش عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مجده، عاش عاش الشباب اللي بيهزم اي يأس مهما شافوا، عاش اللي شايل حلم بلده همها فوق كتافه. عاش الشباب، عاش الشباب، مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. كلنا عارفين ان رغم اختلاف الفن بأشكاله وأنواعه وكمان رسالته، إلا ان الذوق الحلو ما بيختلفش عليه اثنين. مين فينا ما بقاش مهتم كمان بالموضة والفاشن والحابب كل شوية يغير في ستايله؟ عشان كده النهاردة فكرتنا هاند ميد فاشن، معانا الفاشن ديزاينر رنا سعيد وسمر عبد المنعم اللي هنعرف النهاردة منهم ايه أحدث التصميمات وكمان ندخل معاهم في مجال وعالم الفاشن. برحب بيك رنا انت وسمر، منورانا في عاش الشباب. منورين يا رنا وانت وسمر. في البدايه كده عايزين نتعرف عليكم اكتر ونعرف ضيوفنا بيكم واعماركم شهاداتكم. انا اسمي سمر عبد المنعم، خريجه لغات شرقيه قسم عبري. بدات اطور نفسي في الفاشن اول ما عرفت ان انا حسيت بحب اللبس وبحب الالوان بحب الازياء. بس رنا سعيد، خريجه كليه التجاره جامعه طنطا. بحب شغل الهاند ميد وحبيت ان انا ادخل في مجال الكروشيه والتفصيل. تمام رنا، عرفينا امتى وازاي بداتي كمان تفكري في شغل الكروشيه ومين شجعك؟ انا بدات الكروشيه كان عندي وقت فراغ ما كنتش عارفه اعمل ايه، فجبت ابره وفتله وخيط وقعدت اشتغل. اول حاجه عملت قلب بشكل كروشيه، تاني حاجه عملت كوستر بتاع الكوبايه الشاي، لحد ما عملت مفارش، عملت ايس كاب. ماما هي اللي شجعتني، ماما اصلا كانت عندها خبره زمان، كانت بتعمل لي حاجات وانا صغيره، فبدات معايا يعني واحده واحده لحد ما بدات. تمام سمر، لا علاقه بين الشهاده والموهبه اللي انت بتبداي فيها. هو انا لما خلصت الكليه بدات ان انا مش مجالي، مش حاساني فيها خالص، مش نفسك فيه لا خالص. بدات بقى ادخل في المجال اللي انا حباه، يعني الحاجه اللي انا بحبها واطور فيها. بتعملي ديزاين الفساتين يا سمر مش كده؟ اه. طب الفستان والتاني بيختلف الوقت بين ده وده؟ ايوه طبعا، على حسب كل فستان وكل قصه، يعني كل ما القصه بتبقى في فساتين فيها قصص كتير فبتاخد وقت، بتاخد وقت كتير. تمام رنا، عرفينا ايه هو اصلا الكروشيه وايه انواعه وازاي كمان نستخدم كمان الخيوط اللي موجوده فيه وكده. هو الكروشيه عباره عن خيوط متشابكه في بعض، تطلع لي مثلا مفارش، تطلع لي مثلا كوفيه، ممكن اعملها بالوان يعني لون ساده وممكن اعملها بالوان مع بعض داخله في بعض. هي عباره عن غرز، الغرز دي في غرز كتير، في غرز حشو وفي غرز منزلقه، دي اساميهم يعني. وفي غرز البامبو والسنبله والنجمه والياسمين، في غرز كتير بتدي شياكه في الحاجه يعني اللي انا بعملها. الابر بقى طب رنا معلش هقطعك، بس معانا صوره دلوقتي عايزين نعلق عليها. ماشي اوكي. سمر ده ديزاين سمر، على ان كده يا سمر عليه معلش. ايه ده فستان كان لبنوته في كاتب كتاب، هو الخامة بتاعته تول على ألتا موضة، والشغل اللي فيه ده يدوي برضو، هو عبارة عن جوبير. تمام. الصورة اللي بعدها برضو يا سمر، ده روزالين، دي الماتريال بتاعته، هو كارديان بيتلبس كاجوال يعني، ده محجبات كمان. اه وبرضو ده حلو جدا. وده برضو ينفع سواريه، والورد اللي عليه ده بيتشال عادي، فممكن يبقى كاجوال وممكن يبقى سواري عادي. حلو قوي جدا. او ده برضو نفس النظام، ده حلو. ده كاجوال برضو، بيتلبس عادي، ممكن يتشال منه الحزام ويبقى سادة. وفي بقى طبعا الاكسسوار بتاعه هو بيغير شكل الديزاين. انا شايفه كمان التصميم ده كمان حتى الماتيريال بتاعته حلوه جدا. خامته سوفت، وده برضو خامته روزالين. الروزالين عموما بينفع شتوي وصيفي. وده محجبات يعني، هو الشغل عموما اكتر شغلي بيبقى محجبات. ده حلو جدا. ده سواريه، خامته كذا خامه، في تول وفي جومي وفي تول منقوش، والطه موضه برده ينفع جدا للمناسبات.
رنا بقى ده شغل الكروشيه ده اللي هيكلمينا عليه رنا ده؟ ايه ده خامته بوكلت صوف ده لسن 3 سنين معاه الهيد باند بتاعته ده بياخد وقت ممكن يوم ممكن اعمله في يوم بسيط جدا بس حلو جدا على فكرة ميرسي اللي بعده ده برضو وده برضو كريب بس تقيل شوية لبنوتة سن 2 سنين برضو بياخد مني وقت يوم يعني يوم الباتريا بتاعته ايه رنا؟ ده كريب كريب تمام اللي بعده دي خامة سوفت ده متدلع شوية بنانتي ده مقاس سنة برضو يعني ممكن بخلصهم في يوم انا يعني. شايفة ان انت كمان بقيتي بتحب تصممي الفساتين مع كل انا وحابة كمان ان ان شاء الله يعني الفترة الجاية هدخل كروشيه مع تفصيل تمام الصورة اللي بعدها هي سمر دي برضو بلوزة خامتها برضو روزالين شغلي معظمه في روزالين عشان بيبقى مريح جدا وخامته حلوة جدا عجباني قوي الحركة بتاعت الايد حلوة جدا يعني ايوه ده برضو نفس الفستان بس هو مخرجنا عجب الفستان على فكره طيب لو رجعنا لسمر وقلنا ايه الماتيريال والالوان والموضه في الفساتين السنه دي بصي هي الماتيريال عموما بتبقى تختلف من كل بنت لبنت على حسب ما هي بترتاح ليها علاقه بموضه القماش لا خالص على حسب ما هي بترتاح ممكن اعمل نفس الديزاين بكذا ماتيريال ملهاش علاقة والألوان عموما دلوقتي الموضة في الشتوي الكاروهات كله موضة في الشتوي أما في السواري بقى كله الألوان الأزرق والأصفر كده طب يا رنا برضو الكروشيه برضو ليه برضو ألوان موضة برضو في السنة دي؟ بصي هو بالنسبة لي أنا الكروشيه مش موضة لأن هو بيعتمد على إن يكون عندك مثلا أنتريه لونه معين بتختاري أنت المفرش اللي يليق عليه لو أنت عايز تعملي ستارة مثلا برضو بنفس لو كوفيات أو بندانات على حسب اللبس يعني حتى الشنط برضو بيبقى على حسب اللبس اللي أنت لابساه بتعملي عليه الألوان طب ودخلتي بقى التفصيل بعد كده إزاي؟ يعني بدأت من الكروشيه دخلتي على التفصيل حبيت إن أنا أعمل يعني تفصيل برضو لأن ناوية ادخل الاثنين مع بعض ان شاء الله يعني الكروشيه مع التفصيل وانا حابه برضو مجال التفصيل عشان فكره كمان بحب شغل الهاند ميد عموما مراحل الاطفال ده انا عايزه واحد يعمل لك بنتي ان شاء الله شغل الكروشيه مع الملابس الجاهزه ما كانش باين خالص ان هو عمل كروشيه ازاي كده حاجه من السحر كده داخله ببعضها تمام ما هو بيبقى الفن اللي محدش يقدر يبقى في حاجات مثلا من الكتف كروشيه مثلا كده بيبقى يعني لما كانت معروضه ما كانش باين خالص انها اعمال كروشيه خالص او هاند ميد ده الحلو ده شطاره في كده طيب بالنسبه لسمر ازاي بتقومي بتسويق شغلك يا سمر؟ بصي هو المنتجات عموما بنسوقها على اونلاين كل الشغل اونلاين عاملين بيدج وجروب بنسوق منتجاتنا وبنعمل كوليكشن بنعرضه لما بيتعرض بقى كذا بنت بتشوفه اصحابها وهكذا طب احنا عايزين نعرف اسم البيدج برضه ستيتش اند فابريك يعني اول حاجه بنبتدي بيها الغرزه والقماش تمام رنا شايفه ان الشغل الهاند ميد دلوقتي عليه اقبال اكتر من الجاهز عليه اقبال لان انت دلوقتي لما بتبقى عايزه حاجه معينه في دماغك ممكن ببساطه جدا انا انفذها لك زي ما انت عايزه ممكن بعض المحلات ما تلاقيش اللي انت عايزاه فبتضطري تاخدي اي حاجه مش على مزاجك فسهل ان انت تنفذي اي حاجه دلوقتي تكوني انت حباها وعايزاها كده تطلع كده فالاقبال دلوقتي فعلا على الهاند ميد كويس قوي تمام طب قولي لي يا سمر مين مثلك الاعلى في عالم الفاشن؟ والدتي طبعا هي اللي كانت يعني بتخليني فخوره بنفسي جدا وبتساعدني في كل حاجه هي اللي اصلا بتشتغل معاكي في الحاجات دي؟ هي اصلا كانت بتشتغل في الحاجات دي بس انا اخدت منها بقى يعني خبره اخدت منها خبره بقى طبعا واي حاجه باخد رايها فيها في مصممين عرب معينين بتحب ان انت تشوفيهم طبعا بحب اماني ابراهيم دي هي معروفه يعني نوعا ما الايام دي مبتدئه من 2005 بس هي فعلا شغلها حلو وبتعمل برضو فيديوهات تعليميه بتعلم منها كتير جدا زهير مراد بقى وايلي صعب والناس دي طبعا كبيره جدا يعني بحبها جدا يعني رنا عرفينا برضو البيج بتاعتك ايه على الفيس عشان برضو عايزين نبقى ندخل نعمل دكاتره في البيت والاطفال كمان كروشيه شوك اند هاند ميد طيب قولي لي بقى احنا بنقدر كمان شايفه ان الكروشيه كمان بيخش في صناعات ممكن لو انا عندي مثلا مرايه قديمه ممكن ادخلها فيها فشايفه ان ده ديكور يعني كديكور. دلوقتي
هو ده اسمه خيط مكرميه، ده اللي بحب اعمل بيه الديكور بتاع الكرشيه يعني. بعمل يعني مثلا زي برواز، ممكن اعمل مرايه وازغرفها من حوالين المرايه بالكرشيه، ممكن اعمل ستاره. طيب سريعا بس كده عشان وقت حلقتنا، معلش، حابين توصلوا ايه المرحله الجايه ان شاء الله؟ احنا ناويين ان شاء الله ان احنا نعمل اتيليه مع بعض، تفصيل اطفال، ممكن دلوقتي نعمل مثلا الام وبنتها، نعمل يعني بنطور نفسنا اصلا ان احنا نعمل كوليكشن حلو جدا حتى في الشتاء يعني السيزون ده. تمام، بشكرك جدا يا رنا، انت وسامر بجد كنت منورانا النهارده بتاعت الشباب، وبجد استمتعنا بالنهارده بالفقره معاكم. ميرسي جدا، بشكرك جدا يا نهاد النهارده. بشكرك يا مروه على مشاركتي في تقديم الفقره الجميله دي هياتي، وبشكر رنا وبشكر سمر، وان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله. مشاهدينا الكرام، للاسف دي كانت نهايه حلقتنا، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا بيها. بشكركم شكرا جزيلا، واستنونا في حلقات جديده من برنامجكم عايش الشباب.